الراديو 90-90 هواها مصر. نقاط هي بعتبرها افضل حلقه من حلقات صالون انوشكا. حلقه كنت انت مرتاحه فيها كمشاهده بقى وكمقدمه البرنامج؟ لا، كنت مرتاحه في كل صالوني، كنت مرتاحه في كل حلقات صالوني، قصدي كنت مرتاحه جدا وانا بغني. كانت في افكار جديده حصلت مثلا مع رامي عياش، عملنا مش دويتو، ما تعتبرش دويتو قد ما احنا الاثنين غنينا مع بعض دندنه جوه الصالون كده. يعني البرنامج بيتيح لي الفرصه ان انا اقدر اعمل حاجات اخد وعطى، فاهمني ازاي، مع زملاء مش كل يوم اقدر اقابلهم، بس لو الفرصة في تبقى جوه البرنامج حلوة ووقت محدود جدا، فبنحاول ان احنا نطلع بحاجات بسرعة. يعني برضو في من الحاجات فاجئتني بصراحة، في حاجات حلوة كتير، في حاجات حلوة كتير. أنا بالنسبة لي كنت مبسوطة جدا، كنت مبسوطة. أقول لك حاجة تانية، مثلا كانت في حلقة كنت بقول فيها من كل بستان وردة، كانت معانا مي فاروق وأمينة ومي كساب. مي فاروق معروفة بكلثوميتها، يعني من أحلى الأصوات اللي بتغني كلثوميات، إنما أمينة دايما محطوطة في منطقة الأغاني الشعبية اللي في الأفلام. في صالوني كانت طالعة، حصل ميكس كده في المزيكا رائعة، لأنها عملت أغاني، غنت أغاني شعبية لعبد المطلب من بشكل جميل. مي كساب دايما عندها أغاني عاطفية بسيطة، إنما لما عملت مدلي لوردة والفايزة وكانت رائعة. يعني مبسوطة إنه زميلات طلعوا في الصالون بشكل مختلف، وده اللي يهمني جدا، بشكل انا شايفاها يحسب ليهم صراحه. وفي افكار جديده في الحلقات اللي جايه. طبعا هنكمل كلامنا مع النجمه انوشكا ضيفتنا دلوقتي على الهواء على الراديو 90-90. خليكم كاملين معانا الليله عندك مع فادي ابراهيم.